الارتفاع ديال الطماطم العرض راه كاين، ولكن الثمن اخويا جاي من عند الفلاح غالي. دابا كنشوفوا الطماطم البارح واليوم دايره 4 دراهم في اكادير، وهنايا كتباع ب 5 دراهم، يعني هذاك التاجر رابح واحد درهم في الكيلو ولا درهم ونص. حنا ما حسبناش التنقل داكشي، هادشي درهم داخل فيها النقل، داخل فيها كلشي، ولكن ملي كتجي انت وكياخذ السقاط حتى هو كيعاود يربح فيه واحد درهم ولا جوج دراهم، تما فين كترتفع الاسعار. دابا الاسعار اخويا بالنسبه للفلفله بالانواع ديالها كاملين جات غاليه، دابا دايره 10 دراهم، وكاين الفلفله هذيك المخنفره الروكسيد دايره 17 درهم 18 درهم في اكادير، وكتباع هنا ب 20 درهم، يعني كيربحوا فيها واحد جوج دراهم، فيها النقل وفيها كلشي. الفلفله وداك الشيء جايه غاليه من اكادير، علاش؟ حيت عندها اقبال في رمضان. المشكل ديالو هو الاقبال، المستهلك دابا تا هو كيكون عنده واحد السبب في الارتفاع. المستهلك كنقول لك كان كيستهلك كيلو، ولا دابا بغيت دير 4 كيلو ولا دير 5 كيلو. دابا ملي كتجي تاع عند الفلاح، عند الفلاح كنقول لك انا عند الفلاح 10 دراهم، فلفله خضراء عاديه 10 دراهم، والفلفله الحمراء دايره 12 درهم. دابا الفلفله الخضراء هنا كيبيعوا ب 10 دراهم 10 ونص، هنايا رابح فيها واحد 50 سنتيم واحد درهم. دابا كنهضر معك انا بشفافيه ومصداقيه، كون ما كانش الانفاس ما غاديش نجاوب انا وما غاديش نهضر معاها، كل شي موقع اخر من هاد المواقع ما غاديش نجاوبه، ولكن دابا انا كنجاوبك بشي حاجه ديال الحريفيه وكنقول لك الصراحه. بالنسبه لشنو المشكل اللي كاين، وهو الاقبال ديال رمضان، الناس كتخاطب على السلعه، وحتى بالنسبه في اكادير حتى الفلاحه عارفين هاد المناسبات كتستغل فيهم الفلفله بزاف هي ومطيشه، تما رفعوا الاسعار من السوق ديال الجمله ديال انزكان، حيت المدينه الوحيده اللي كتوزع منها الخضر هي مدينه اكادير. اما دابا من الشتوكه والنواحي ديال الوالديه وديال ازمور باقى السلعه ديالهم قليله، باقى ما كايناش، يلاه كاين موجوده عندهم شويه طماطم شويه الخيار، بالنسبه للفلفله باقى ما وجداتش هنايا ديال ازمور وديال الجديده.